ووصفتنا اليوم للقاء المفتوح من مدينة القنيطرة مع السيدة أمينة صديقة طبعا البرنامج. للا أمينة صباح الخير. صباح النور. شخبارك؟ شخباركم لاباس؟ صحيحة على خير. كيدير الطاقم التقني اللي معك كله؟ الله يبارك فيك الحمد لله. تحية للجميع. للا يخطك. اليوم غنحضروا معك بسطيلة بالخضر والسمك. أييه. أها تفضلي. وكاين واحد الديسير إلا بقى الوقت نقدموه توا بالورقة البسطيلة. إن شاء الله. إن شاء الله واخا حبيبة. باش ما تضيعناش ديك الورقة اللي غتشات لنا من البسطيلة. أييه ما كتضيعش وفي نفس الوقت كيجي راقي. نعم. واخا. تفضلي. نبداو بالبسطيلة. أييه. عندنا الكرومب. إذا كانت الكرومبة متوسطة ناخذ النص ديالها، لقينا الكرومب صغير ناخذ وحيدة شوية صغيرة. عندنا القرعة كورجات ثلاثة ديال الحبات. عندنا خيز ثلاثة ديال الحبات. نعم. عندنا الخص. نعم. عندنا الحوت. أنا كنفضل الحوت اللي نخلط في هاد الخضرة، كنفضل ديك الميرنة ديك الغليظة. اللي كنشريو نيت البسطيلة د الحوت الكبيرة. كبيرة. أها. أنا كنلقاها إلا لقيت حتى وحدة كتوزن كيلو كناخذ وحدة هكا. كناخذوا وحدة كبيرة. قياس كيلو هكاك. أولا جوج إلا ما لقيناش كبير بزاف. المهم تكون في هذيك الهبرة مزيانة. نعم. عندنا ورقة موسى. نعم. عندنا المعدنوس. شوية ديال الزبدة والزيت. عندنا بكية ديال الشعرية الشينوا. حجم متوسط. عندنا شوية العصير الحامض. ومعلقة ديال الصوص صوجة إذا كانت الخاترة ديك الثقيلة كناخدو معلقة واحدة، كانت الخفيفة كنستعملو جوج معلقات. نعم. وورقة ديال البسطيلة كنحتاجو نص كيلو. والحار بطبيعة الحال وشوية الفروماج للتزيين. اللي ما درتيش كاع الملحة هنا على وديت الصوجة والحامض. داك الصوجة وديك الحامض ربما حنا أنا ملي كنكمل المكونات كاملة كندوق. ديك الساعه لان حتى الهريسه اللي دخلنا الهريسه ماشي السودانيه مطحونه هي راه كتكون مالحه. هي كتكون فيها الملحه. إيه؟ نشوفوا ديك الساعه السيدات كيبقى الذوق هما راه كيذوقوا كيعرفوا قياسهم. نعم. شنو دابا ندوزو الطريقه؟ نعم هنايا ما عطيتيناش كاع التوابل. التوابل كاين عندنا فيها غير الحار. ومليحه شويه ماشي بزاف. انا غنذوقوا ديك الساعه ندوقوا. انا غنقول لك الملحه فاش غنستعملوها، غنستعملوها في الحوت ملي غيكون كيتبخر. غنستعملوا له شويه الملحه باش ما يطيبش لنا باسل. نعم صافي هادشي اللي كاين بالنسبه للتوابل. حنا عندنا الحار كافينا على كل شيء. اييه واخا واخا. كندوزوا للتهيئ ديال الخضار. كنديروا بعدا اول حاجه كناخذوا الطنجره اللي كنفوروا فيها السكسو. كسكس. كنديروا الحوت كيتبخر فيها. اييه هكاك صحيح. هكاك صحيح. كنغسلوه مزيان، كننقيوه مزيان ونغسلوه. كنقطعها الا كانت كبيره بزاف كنقطعها على جوج ولا على ثلاثه طريفات باش تدخلنا في وسط الكسكاس. وكنديروا الماء لتحت وهي كندردرو على واحد شويه ديال الملحه وكنحطوا فوق منها واحد جوج وريقات ديال موسى. نعم. كناخذوا جوج وريقات موسى كنحطوهم عليها. كنغطي داك الكسكاس بواحد البلاستيك غذائي. وكنزيد الغليقه ديال الطنجره من الفوق وكنخليه كيتبخر. نعم. راه دغيا كيوجد 10 دقائق ولا هذا كيكون واجد. كنمشيو للخضره كنبداو نوجدو فيها حداه. كناخذو الكرومب والقرعه وخيزو كنحكوهم. السيدات اللي عندهم ديك الحكاكه اللي كتخرج لهم السيوره يديروها. الروبو اللي بغاو غير هي كل حاجه نديروها بوحدها من الاحسن. نعم. اولا ناخذو حكاكه غليظه وكنحكو فيها كل شيء. نعم. كندوزو فيها الكرومب، كندوزو فيها خيزو، كندوزو فيها القرعه. ملي كننزلوا هذا الشيء كامل كيكون عندنا محكوك كندوبوا شويه ديال الزبده والزيت في المقيله. نعم. وكنبداو كنشحروا. ديك الساعه السيدات كيبقى لهم الاختيار، لا بغات دير واحد الدريدره ديال الملحه ديرها ماشي مشكل. ولكن غير شويه لان الخضره اللي عندنا تقريبا غنلاحظوا كلها حلوه. نعم. كلشي حلو، راه من بعد غادي نحروهم وغادي يتملحوا بديك صوص صوجة وديك شيء. كنشحروهم مزيان. ملي كنشحروا غنحاولوا نشحروا كل حاجه بوحدها باش ما نزعلكوش ديك الخضره كلشي كيدخل في بعضياته. نعم. اذا نشحروا خيزو نحيدوه من المقله. ونعاودوا ماشي كل حاجه نزيدوا عليها. لا ما نزيدوش شي على شي. علاش؟ ملي كتزعلك لنا ديك الخضره كيجي كلشي مخلط. كنحيدوا خيزو، كنديروا الكرومب، كنحيدوا الكرومب، كنديروا القريعه. وداك الشيء راه بالزربه غير كنصوطيو وما كنخليوش حتى يطيب تيولي دايب مره. ولينا اصلا يعني محكوك ولا اونجيليان راه ما تيكون رقيق. اييه كنبداو غير كنصوطيو هكا في ديك الزبيده والزيت ونحيدو، نزيدو شويه زبده وزيت ونصوطيو الحاجه الثانيه ونحيدو، ونزلو كل حاجه بوحدها.
وقيل احنا كنصوطيو هادشي والشعريه الصينيه راه حنايا درنا فيها المطايب. لا الشعريه الصينيه عاد غادي نقول لك شنو غنديروا فيها. خليوها هي الاخرى. غنخليوها لان خصنا ناخذوا ليها الماء ديال الحوت. هكذاك. باش نلدوها. اييه. كناخذوا الخضيره كامله هي تشحرات كنزلوا كل حاجه في بليصه هكا في وسط الطبسيل. وكنزلوها تما كتبرد كندوزو ديك الساعات الحوت كنلقاوه وجد عندنا وطاب كنحيدو وكنديو باش نبردو شويه نخليوه يبرد شويه باش نقيو ونحيدو له داك السنسول ديالو وديك الشيء وديك الجلده الفوقانيه اللي كتكون لونها كحل كنحيدو داك الشيء كامل وكناخذو الميه ديال الحوت اللي عندنا تسقطر فيها الحوت وديك اللوغو ديال ورقه موسى كنديرو فيه الشعريه ديك الساعات yeah. كنرقدو فيه ديك الشعريه واحد شويه وكنمشيو للحوت ديالنا كنقيوه الشعريه والحوت هما اللي غادي نصوطيوهم بجوج مع بعضياتهم. كتقطعيها بالمقيس ولا كتخليها هكا؟ اييه كنقطعها بالمقص. نعم. كنقطعها ملي كنصفيها كنبردها بعدا بالماء بارد باش تشبر راسها لان لو بقات من السخونيه للسخونيه شويه كتعجن. ملي كنصفيها كندوزها هكا شويه في الماء بارد وكنشبر المقص كنقطعها وكنديروا ثاني زبيده وزويته وفي ديك الزبيده والزويته كندوبوا ديك المعلقه ديال الهريسه القياس اللي بغينا حنا د الحار. انا ملي كنلوحوا الهريسه فوق الشعريه كتوحي لنا فيها ما كتخلطش ما كتبغيش تخلط صغيره من الاحسن ندوبوها في ديك الزبده والزيتيه الاولى. نعم واضح. وكنلوحوا فيها ديك الشعريه كنديوها شويه ونجيبوها وكنزيدوا معها الحوت. الحوت نعم الحوت مع الشعريه اللي لقينا. هي الحوت مع الشعريه. من بعد كنحيدوا هذا الشيء كامل كناخذوا ديك الخص اللي عندنا مقطع حتى هو في الاخر كاع في ديك لا بقات لنا شي بنه ديال ديك الحوت وديك هذا كندوزوه فيها في المقيله غير كيمشي ويجي دغيا ولكن الخص نحيدوا دوك الاضلاع ديالو كنخليوه غير الوريقات خضرين. صافي والمعدنوس هو عندنا مقطع حتى هو منشف ومنقطع ومحطوط. من بعد ملي كنكملوا هاد الخضيره كامله هي واجده عندنا والحوت مع الشعريه وصوطيناه وحطيناه كنبداو نصاوبوا كنوجدوا البسطيله ديالنا كنوجدوا ديك الورقه في الطبسيل ديال البسطيله كما تيطوي السيدات البسطيله العاديه يديروهم. وعلى فكره هادو راه ممكن يداروا بساطل صغار ممكن بريوات ونحتفظوا بهم حتى يجيو الناس عاد كنخرجوهم ونديروهم فران. ولا دنام. ايه ممكن ديري اللي بغيتي بهاد الحشوه هادي. عندك هاد الحشوه وعندك الورقه كتفني فاش ما بغيتي انت. نعم. البسطيله كتاخذي الورقه الصغيره. انا كناخذ الا كانت البسطيله الكبيره كناخذ الكبيره. واذا كنت غادي ندير بريوات اولا قنينطات ولا شي حاجه كناخذ الصغيره. وكنفرشوا ديك الورقه ديال البسطيله كنحطوا حدانا الزبيده باش ندهنوها كنبداو كنفرشوا بحال اللي كنديروا بسطيله العاديه ديال الدجاج ولا ديال الحوت. غير هي ملي كنشبروا ديك الورقه كنفرشوها كناخذوا النص ديال الحشوه ديال الشعريه والحوت. وكنديروه من التحت. ربما لان كاين السيدات دابا اللي غيديروها اول مره ربما الخضره ما ينشفوهاش مزيان ولا شي حاجه ما كيهبطش لنا الماء ديريكت الورقه. نعم. كتكون الشعريه والحوت مفرشين هما الاولين. نعم. ومن الافضل نوجدوا هاد الشيء في يعني شويه بكري. اي كيبردوا. ونخليو حتى داك الشيء يبرد لانه كيبرد على خاطر السخونيه كتقطع الورقه. اي كتبرد على خاطر الحشوه تماما. ما عمرنا ما كنديروا شي حاجه سخونه في الورقه باش ما تقطعش. نعم. كنفرشوا ديك النص ديال داك الحوت والشعريه فيرميسيل وكنبداو نهزوا خيزو كنشتو كنهزو ديك القريعه ونشتوها كنديروا الخوص هادشي كله غير كنشتو باش ما نخلطوش الخضره كامله مع بعضياتها. باش ملي كتبداي تاكلي البسطيله كتلقاي كل الوين بوحديته. اييه. ما كتكونش كلها تعلكات مع بعضياتها. كنبداو نلوحوا ديك الخضيره كامله حتى كنكملوا الخضيره اللي عندنا وكنشتو داك المعدنوس اللي عندنا مقطع حتى هوايا وعاد من موراه كنديروا ديك الحوت والحوت هو اللي كنكونوا دايرينه بصوص الصوجة. نعم. وقيلا ما قلتهاش. لا لا. هو اللي كنصوطيه هو والشعريه كنصوطيه. هنايا ما درتيش الفرماج الاحمر؟ الفرماج الاحمر غيبقى عندنا حتى الاخير. نعم ما عطيتيناش في المقادير ما. لا كاين واحد شويه ديال الفرماج الاحمر للتزيين. غير للتزيين. نعم. غير للتزيين. وملي نكونوا كنشحروا الحوت والشعريه فيرميسيل راه حنا كنشحروهم قلنا في شويه ديال الهريسه. وكنلوحوا عليهم من بعد ديك المعلقه ديال صوص الصوجه هي الخاتره كتكون معلقه هي الخفيفه كيكونوا جوج معالق. نعم نعم. من بعد ملي كنطفيو عليهم كنعصروا عليهم واحد شويه الحامض.
شويه ديال الحامض مع السرقيه جوج معالق كبار هكاك ديال الحامض وكنحركوه فيه. مابقاش الوقت بزاف للا امينه. نعم حبيبه. مابقاش الوقت بزاف. واخا صافي هادشي كله حنا جمعنا البسطيله ديالنا. الطبقه الاخيره كتكون هي بديك الحوت الشعريه فيرميسيل. صافي ملي كنجمعوا البسطيله ديالنا كنلمطوها مزيان الوريقه الاخريه كندهنوا بصفرت البيض باش ما تقلعش لنا من الجناب. باش تلصق. ملي كطيب وكتخرج سخونه كنغبروا عليها داك الفرماج الاحمر وكنقدموها بالصحه وراحه. الله يعطيك الصحه. بالنسبه للديسير ندوزو للديسير الا ما كانش طويل لانه اولا نخليوه حتى لاتاي 11 اللي بغيتي خليوه حتى لاتاي 11 بين ما طيبنا هاد البسطيله. ولكن عندي لك سؤال اخر ولكل المستمعين إيه؟ الا كان ممكن يفيدونا بشي نصيحه لان دابا طيبتي الحوت في الكسكاس راه كيطلق واحد الرائحه في البيت. هذيك الرائحه واش كاينه شي طريقه باش اننا نزولوها من الدار لان عرفتي ديك الريحه ديال الحوت كتلصق في الريدويات وفي الطلام فين ما درتي كيولي كلشي سايق لك الخبر طيبتي الحوت. طيبتي الحوت هذاك هذاك اللي كنا قليناه اللي كيعطي الريحه حتى المخر كلامك هو الكبير حتى المبخر حتى هو كيطلق حتى هو كيخلي الريحه ماشي دابا. هذا سؤال انا بنتي لا لا ملي نوصلوا ان شاء الله ل 11 غنعطيك الديسير وهو النيت راه هو غينكه لينا الدار وفي نفس الوقت نعطيك نصيحه ديال الدار. هذا ما كيمنعش انا نذكروا ايضا المستمعين برقمنا الهاتفي الا عندهم شي فكره حتى هما يفيدونا بها 0537 70 59 39. امينه من القنيطره شكرا جزيلا. شكرا على واجب الله.